السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع في توقعات الكانتين اللي غادي يكون يوم الغد يوم الثلاثاء على السانكلو. كورس الأولى رينيو الأول، ديبار غتكون مع 12:55 دقيقة، بروميير إبروف كلاس دو هونديكاب ديفيزي ريفيرونس بليس 19. القيمة ديالو 53,000 أورو، المسافة غتكون 1616 ديال الخيول غازون كورد أغوش. الإيطا دو تيران غتكون في البون سوب، البينيتروميتر غتكون 3.4. أول عود غيكون جون بيغويني، جون ميشيل بيغويني غيكون عنده اوباليس راود اللي باقي تيقلب على لا فيكتوار الخوت، واش غادي يجي ولا غيبيع لكم الماتش. على كل حال، من احسن لي زونترينور في هاد سانكلو كاين سيليستين اللي غتكون عنده لا كورت 15. ايدي هاردوين ربح لينا البارح على الطريز. كاين بتي بيدرو جوي البواسنار غيكون زيرو دوزيام زيرو، بتي بيدرو سبيسياليست ديال الصابل. ديميرو غيركب لينا على بوسيو نيكولا بيري، من بين الخيول اللي غادي يفاجئوا لا كورس هاد العود هذا. كوارتز ديولي المفاجأة اللي كان دارها به انت توني كراسيس، دابا غيرجع له كريستوف سوميو. كذلك زايا دي لا بلاطا، واحد الفيميلا اللي غتكون في التيليسي، كذلك جوي بواسناغ عنده دو شوفو. تامبلر نهار تبدل له البروبريتير والونترينور، من تما هو اللور. تبقى من بين الخيول اللي غتكون عندهم كردة صغيرة، ممكن يكون على ريبية العودة ده. سامبلي ستريكينغ واحد العودة الإخوان، غير كبعلوك ماكسيم غايون، واحد العود ديال شير شانشيز. صراحة آخر كورسة كان ركب لي داك فلوري، كان غير مرشح، غدا غيكون عليه ماكسيم غايون. تنظن واخا عنده 8 سنين عنده كل مقومات، لأنه أول مرة كنشوفه في الكانتي غادي يمشي لينا على نمرة 8، دائما تيكون بلافوني، يعني اغلى وزن تيكون عند سامبلي ستريكينغ. اتونسيون، من هاد العود يقدر يكون هو القاعدة ديال لاكورس. شيلدينغ الخيول الألمانية سيلفيان رويس، 10 سنوات. صراحة كنت بغيت نختار هاد العود، وإنما 11 سنة نوعا ما، تشونج مود لونترينور من عند بيتر شيريغن لعند لاباط، غادي نريسكي وغادي نحيدو. ستار روك مادموزيل صوفيا شيت ديل زونكل عنده دو شوفو، غادي نقول انا مرزوق اللي كان مشففوري في اخر كورسة في الباري لونشو، افضل لينا من ستار روك، ولو ان العشرة غادي يكون بين خيول فافورية، دونك ناخدو مرزوق. الرقم 12 جيرار موسي، واحد المال عنده 4 سنين، لاكورت ان، روغري هاد العود روغري موتاخ، او لا تنقول له انا متردي، موتاخ اوغوستين مادامي ان بيتيت بلاس، يقدر الخوت هاد العود راه ولد الكانتي، مرة مرة كيخلق ديك المفاجأة. هنا غندخلو عند أشيكتاش أونسيان ديال فرانسوا هنري غرافار، هذا هو الأونسيان ديال فرانسوا هنري غرافار اللي دار لينا الكانتي العام اللي فات. عفوا الاخوان، عفوا. هي نورمالمون خصني نبلوكي كل شيء، خصني نبلوكي كل شيء ونسجل صراحه، بس منو بس منو بزاف تعيطوا ليا بزاف. على كل حال، نتمنى الخير للجميع. دابا تبرزت، والله الا تبرزت،
تبرزت نسجل ما تنبغيش نقطع ونعاود، ولكن معليش نكملوا الفيديو ديالنا. هضرنا على دابا انا بغينا ندخلوا غير نشوفوا دابا هاد الكاتورز الخسارات اللي كان دارهم. معليش الخوت انا عندي هاد الكاتورز راه باز سوليد، عندي هاد الكاتورز باز سوليد. شحال من واحد غيشوفو دار نو بلاصي في التيران، عنده كورسة وحده في التيران ما دار والو، ولكن هذا هو لا باز ديال لاكورس. اشيك تاش الانسيان ديال فرانسوا هنري غرافاخ غيمشي له على هنا. غندخلو عند واحد الفيميلة التانية بانديا سيلين طوني بيكون هنري اليكس بانتان، دارت لينا المفاجأة اخر كورسة في باري لونشون غتكون من بين الخيول الفافورية، واخر عود هو يكون عند وير من بين الخيول اللي غيكونوا في التيليسي. ما عليناش الخوت، لا سيليكسيون ديالي غتكون كالتالي: 6 شوفو اللي عندي 1 4 5 14 11 13 هادو هما اللي عندي. العود اللي بقى عندي تما مشكوك في دوك ست الخيل الاولين هو داك موطاخ رقم 13، ممكن ينضاف معاهم الا ما كانش 13 ممكن يجيو بخمسة 1 4 5 14 11 الويت عفوا سامبلي ستريكينغ 7 ديال الخيل. غادي نحيد داك التريز نضبطو في الروغري وندخل الويت. شوف سامبل ستريكينغ ما حطيتوش، يعني 1 4 5 14 11 ويت، هادو هما 6 ديال الخيل اللي عندي. غادي يبقى داك التريز كعود 9 ايام. الخيول اللي عندي مشكوكه هي ديك 17 12 هذا ما كان. لا باز الخوت غادا تكون 1 14 1 14 8 1 14 5، والعود الكاتريام هو الكات، يعني 1 4 14. تخيلوا معايا 1 4 14 1 4 14 8 x 5 x. نحطو الأونز مور إكس، تريز مور إكس، دوز مور إكس، ديس مور إكس، لأن تجي هديك القضية ديال الآن والكات ويجمعوهم بجوج بالكاتورز. أن كات كاتورز، أن كات كاتورز، سانك إكس، أن كات كاتورز، ويت إكس. تيقا غادا تكون عمياء عند الكاتورز غدا إن شاء الله. مع ستيفان باسكي، مع ما غاديش نقول ليه يوهان بونيفوي لأن عود ديال فرانسوا هنري غرافا، نقول لي هذاك الشيء علاش انا غادي نشدو كعود باز سوليد. هذا الشيء اللي كاين خوتي، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.